السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب، وفي احسن حال وافضل حال دايما يا رب. لو لسه ليكم اول مرة معايا هنا على القناة، يبقى فضلا وليس امرا يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معاكم المستشارة القانونية امينة سيد، الرد على كل استشاراتكم القانونية والغير قانونية كمان. صدق اللي قال ان رمضان فعلا كريم، بس رمضان بالمسلسلات؟ لا، مش بالمسلسلات. طب لما نيجي النهارده نقول ان في مسلسل ملهوش علاقه خالص برمضان، ولكن بيناقش قضيه مهمه جدا، قضيه او بيناقش واقع كلنا فعلا عايشينه، اللي هو احنا ليه بنحب بعض بس قبل الجواز، انما بعد الجواز ليه الحياه بتخش في ملل وروتين ما بنقدرش نطلع منه غير واحنا منفصلين. الحكاية اللي هحكيها لكم دلوقتي كانت بالنسبة لي غريبة جدا. ليه؟ لانها تعتبر مثلت المسلسل او المسلسل اللي مثلها تيبيكال، مثل العلاقة ما بين الزوجين ان هي علاقة ملل وعلاقة روتين وعلاقة ما فيهاش نوع من التجديد والتغيير. الهرشة السبعة، اي نعم احنا مش فاهمين يعني ايه الهرشة السبعة دي، واسم بصراحة غريب كده بالنسبة لي، لكن الهرشة السبعة هو ده فعلا المسلسل اللي ناقش واقع كلنا عايشين فيه وما كانش ليه علاقة برمضان او غيره. طيب الحكاية بقى اللي هحكي لكم عليها دلوقتي بتقول ايه؟ الحكاية دي بتبتدي من عند الام لما كانت قاعدة بتعيط ودموعها على خدها ومحدش عارف هي فيها ايه غير جوزها. خرج من اوضته لقاها بتعيط وهو فاهم هي بتعيط ليه، سابها ومشي. لكن لما ابنها جه خرج، ابنها الصغير، قال لها بتعيطي ليه يما؟ وفين اختي؟ مفيش رد. طب انت بتعيطي ليه؟ انت تعبانه في حاجه؟ مفيش رد. طب مش هتروحي شغلك؟ مفيش رد. اصل ابوه بيرعي اغنام، تاجر اغنام، بيبيع الغنم وكده ويشتريه، وهي شغالة في مصنع عشان تقدر تكمل الحياة او مسير الحياة الزوجية اللي مع جوزها، والمعيشة اللي بقت صعبة اليومين دول. ما بتردش. فين وفين بعد الحاح كبير من اخو نهى عليها لما قالت له اسكت بقى، ابوك خلص على اخطك. طبعا كانت صدمة كبيرة بالنسبة للأخ، إيه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتقولي ايه؟ قالت له زي ما بقولك كده. قال لها لا، احكي لي ايه اللي حصل بالظبط. قالت له ولا احكي ولا اقول ولا عيد ولا كأنك سمعت مني حاجة، وكأنها ندمت حتى ان هي اتكلمت. هو اخد منها الكلمتين وما كانش فاهم حاجة، وطلع برا البيت زي المجنون لحد ما قابل صاحبه في وشه. ايه يا ابني مالك، في ايه؟ قال له امي كانت قاعده بتعيط، وحكاله اللي احنا لسه حكينه دلوقتي، كانت قاعده بتعيط وبسالها وقالت لي ابوك خلص على نهى وانا مش فاهم حاجه. صاحبه خد منه الكلمتين وطلع على اسم الشرطه التابع لمحافظه الشرقيه وقدم بلاغ فورا، ده فيه كلام بيتقال كذا 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 كذا، والبلد كلها بتسأل عن نهى، هي نهى دي فين. طبعا التحريات والمباحث العامة بسرعة جريوا جابوهم هما الاتنين، جابوا الأب أبو نهى وأم نهى، وقال لهم بس اقعدولنا هنا بقى وهاتوا اللي عندكم، وابتدوا بالأم لأنه عارفين إن الست بتبقى ضعيفة. قالوا لها عايزين نعرف منك القصة من أولها لآخرها، وما تخافيش هنبقى معاكي. قالت بقى كالتالي، قالت انها متجوزة من تاجر الغنم او من تاجر الاغنام ده، وربنا ما كرمهاش غير بالواد والبنت نهى واخوها بس، ونهى دي بنت كبيرة، هي البنت الكبيرة عندها اللي عمرها ما يتجوزش العشرين سنة اصلا. لكن نهى دي كان من حوالي سنتين ونص كده كان جالها عريس عشان يخطبها، وهي رفضت وبشدة وقالت مش عايزاه، ولما حاولنا نضغط عليها شوية
سابت البيت وهربت مشيت، ومقعدنا فترة كبيرة ما نعرفش عنها حاجة، لدرجة ان الناس كلت وشنا وقلنا معلش فين وفين لحد ما لقيناها. واول ما لقيناها رجعت البيت تاني وقعدنا وكأن الدنيا ما فيش حاجة، بس ما كنتش اعرف امتى بتخرج وامتى بتدخل، لان زي ما قلت لحضرتك ابوها تاجر اغنام وانا شغالة في مصنع من الصبح لحد المغرب. ما انا لازم اساعد جوزي عشان العيشة اللي احنا عايشينها عشان نعرف نمشي كويس. ده كان رد فعلها. طيب كملي، وبعدين ايه اللي حصل؟ قالت له بعدين جالها عريس تاني، وقلنا لها خلاص لو انت مش عايزة الاولاني ده خلاص هو كده كده مشي، وجالها عريس تاني، وبرضو حاولنا نضغط عليها لكن هي كانت رافضة تماما، وبرضو سابت البيت ومشيت. اول مرة اخوها اللي جابها ورجعها وقال لقيتها في موقف عربيات فجبتها وجابها فجابها البيت. تاني مرة دي بقى قعدت شهرين ونص برا البيت، لحد ما لقينا شوية شباب بتاع تلات شباب اربع شباب بيخبطوا على الباب عندنا، اصل احنا بيتنا تلات ادوار وبتاعنا لوحدينا، بتاعنا بتاع العيلة يعني بتاعنا احنا وعمامها وكده، بيخبطوا على الباب وبيدونا بنتنا، وبنتنا مش طبيعية، وبينا نقول لهم تتجوزوها تتجوزوها، لكن الشباب كلها رفضت ومحدش رضي خالص انه يتجوزها. وهي حد لمسك حد جه جنبك؟ قالت لا مفيش. بنتنا دخلت من هنا قعدت في البيت، لكن اعمامها ما سكتوش وفضلوا يقولوا لابوها انت بنتك جابت لنا وخلاص مش هنقدر نستحمل، احنا الناس كلت وشنا، احنا لازم نمشي من هنا، مش هينفع نقعد هنا تاني اكتر من كده. وفعلا اعمامها بولاد عمامها بنات عمامها كلهم خدوا بعضهم ومشوا، العيله كلها مشيت، والبيت فضي علينا، بقيت انا وجوزي وبنتي وابني ولا اكتر ولا اقل، وما نعرفش حاجه عن البنت ولا الولد بيخرجوا امتى ولا بيرجعوا امتى، ما احنا مشغولين في شغلنا مش عارفين حاجه. يعدي شهر في التاني في التالت لحد ما حسينا على بنتنا اعراض غريبه، والاعراض دي بقى هي اللي خلتنا نعمل اللي احنا عملناه. ابوها قال انا مش مرتاح ولا مطمن للبنت، خديها بسرعه وتلاقي على اقرب مستوصف وكشفي عليها وشوفي الدنيا فيها ايه. لكن كانت صدمتي ان الدكتوره قالت لي الف مبروك بنتك حامل، وهنا اتصلت بابوها وقلت له الحقني الدكتوره بتقول ان البنت حامل. قال لي هاتي البنت من سكات وتعالي على البيت. بعد ضرب وبعد محايلات ان نحاول نعرف مين ابو الطفل اللي في بطنها، لكن للاسف الكارثه ان البنت نفسها ما كانتش عارفه مين ابوه بالظبط، لانه ما كانش شخص واحد، كانوا اكتر من شخص، كانت بتخرج وبتروح وبتيجي وبتتقابل، وعلاقه في علاقه في علاقه، مين ابو الجنين ده ما تعرفش. طبعا كل العيله لما عرفت بالكلام ده قطعوا ابوها خالص وقالوا له انت مش قد تربية بنتك، انت مش عارف تربيها. هنا الاب قرر انه ياخد زوجته ويطلعوا على المنطقة الزراعية او الغيط زي ما بيقولوا اللي هو بيقعد فيه عشان يتاجر في الاغنام، وقال لها يا منى هاتي الاكل وتعالي حصلينا. ليه يا بابا؟ اقنعوها ان هم هيدوها نوع اقراص معينة عشان تفقد الوعي، عشان لازم الجنين ده ينزل. وفعلا البنت صدقت الكلام ده وخلتهم مشوا هما، وقامت جاية واخدة صينية الاكل ورايحة وراهم وخدت الاقراص، وفعلا راحت في سابع نومة ما حستش بالدنيا واللي فيها. وهنا جوزها او ابوها جوز الام او الاب امر مراته قال لها اخنقيها بالطرحة اللي عليكي، اكتمي نفسها بالطرحة اللي عليها. وهنا الام قلبها طوحها ان هي تعمل كده، لكن مش بس كده كمان، لا ده علشان يتأكد ان هي خلاص قطعت النفس، لانه كان شاكك ان لسه فيها نفس، جاب خشبة حطها على رقبتها وامر مراته قال لها اقفي على الخشبة دي،
لحد ما قطم اللي هي القصبة الهوائية دي اللي هي بتاعت التنفس، قطعها خالص، كسرها خالص. هنا اتأكد ان بنته قطعت النفس وخلاص، هي واللي في بطنها. خلص عاره بايده وقام دفنها، لا من شاف ولا من دري، وخد مراته وروح. الكلام زاد في المنطقة، وفين منى، فين منى، واللي بقى يقول انها هربت، واللي بقى يقول انها اتقتلت، واللي بقى يقول انها مش عارف ايه. الكلام زاد. لما جه الولد عرف كده وجي بيقول لصاحبه كان في حد سمعه، راح نشر بسرعة الكلمتين دول ان ابو منى قتلها في كل القرية بتاعتهم. بقت القرية بتاعتهم كلها مفيش على لسانهم غير ان منى ابوها خلص عليها. هنا الاب خاف، فحب يروح بسرعة يخفي الجريمة. الساعة 2:30 الفجر كان طالع على المنطقة الزراعية بتاعته او على الغيط بتاعه، حافر بسرعة بعد 31 يوم بالظبط. بعد 31 يوم بالظبط حفر. طبعا كانت الجثة اتحللت، طلع مقسومة نصين. قام قاطمها ورماها في مصرف مية النيل عشان ما يتعلمش ليها اي معالم، وقام رجع الدنيا ورجع تاني. الام خلصت كلامها ودخل الاب بعد ما واجهوه بكلام الام، قر واعترف وقال ايوه هو ده اللي حصل، وايوه انا خلصت على بنتي لانها كانت جايبالي الكلام، لان بنتي ما كانتش فطوعي، ولان بنتي عاصتني، سبت بيتي وهربت وخلتني على مسمع ومرأة لكل القرية اللي انا فيها. تفتكروا هنا مين اللي غلط، او الغلط بادئ من عند مين من البداية؟ من عند الاب اللي ما كانش فيه عقاب، ولا رايحة فين، ولا جاية منين، ولا اهتمام، ولا مسؤولية، وكان كل هدفه الاساسي والرئيسي هو ان يجيبوا الجنيه؟ ولا عند الام اللي سابت تربية بنتها وسابت مسؤوليتها وسابت الدنيا واللي فيها، وبقى برضو كل همها ان هي تجيب الجنيه، وبقت تلف وتروح وتيجي وتشتغل وتتعب وكل هدفها انها تساعد جوزها؟ ولا عند البنت اللي سلوكها اصلا كان غير سوي، واللي كانت اصلا على علاقة باكتر من شاب واكتر من واحد، واللي ضيعت نفسها وضيعت اللي في بطنها؟ ولا كانت الغلطة في النهاية لما فكروا ان هما لما يخلصوا منها يخلصوا بكل حاجة هي عملتها، لكن ما فكروش ان هما لو خدوها منطقة جديدة خالص، وهم اللي مشوا، مش العيلة اللي مشيت، لو هما اللي باعوا نصيبهم في البيت وخدوا عيالهم من بنت وولد وطلعوا لدنيا تانية خالص وحياة تانية خالص، ناس ما قدام ناس ما تعرفوهمش ولا اي حاجة ولا يعرفوهم، وابتدوا حياة نظيفة هناك، كان هو ده الصح. القرار ده عندكم انتوا، والحكم عندكم انتوا. كالعادة احنا يدوبك بنحكي اللي حصل، بنسرده، لكن الحكم دايما ليكم. كانت معاكم المستشارة القانونية مينا سيد، وان شاء الله على لقاء اخر وفيديو جديد باذن الله. ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، فيد واستفيد. شكرا، سلام عليكم.